رحلات لكل الوجهات تضمنها محطات النقل البري للمسافرين خلال الشهر الفضيل من خلال برنامج مكثف لتعزيز الرحلات اليومية للناقلين والزبائن. بالنسبة للرحلات في رمضان أنا عجبوني بزاف بزاف. قبل ما نوصل لهنا أنا مباشرة اتصلت بمكتب الاستعلامات اللي عطاو لي البرنامج كامل تاع اليوم باش أنا نسافر بكل راحة. كاينين الرحلات متوفرين بالكيران كاع مكاينين الحمد لله يا رب. الناس كانت تلحق في وقتها تروح في وقتها. الحمد لله لقينا المواصلات متوفرة وما تعطلناش يعني كلش ومنا الحمد لله رب العالمين. ورانا نستنى في انتظار الحافلة مش جديد لمدينة جامعة ولاية المغير. توفيرا لخدمة نوعية وضمانا لراحة المسافر خلال تنقلاته تم تعديل مواقيت العمل بما يتناسب مع الرحلات المبرمجة والتي تم تحويل 30% منها إلى الفترة المسائية والليلية. مرفطور عندنا لوجهات الشرق، جهه الشرق عندنا الغاشي، وعندنا من الصحراء اضرار وحسيب سعد عندنا الغاشي. تلبيات لطلبات الناقلين والمسافرين وبالنظر الى خصوصيات الشهر الكريم قامت شركه سوغرال بتكثيف الرحلات في الفتره المسائيه والليليه على حساب الفتره الصباحيه. بالإضافة إلى ضمان راحة التنقل والسفر، موائد إفطار الصائمين وعابري السبيل هي الأخرى توفرها فضاءات محطات النقل البري للمسافرين طيلة هذا الشهر.